يقول: إذا رأيت من يغش في الاختبار فهل أخبر عنهم المشرفين أم أستر عليهم وأكتفي بنصحهم؟ نعم، إذا رأيت من يغش في الاختبار فهل أخبر عنهم المشرفين أم أستر عليهم وأكتفي بنصحهم؟ هذا من واجب المشرفين، هم اللي يتفقدون ويشوفون هذه الأمور، أن تشتغل بنفسك وجوابك ولا تلفت على الناس، اتركه. نعم.